الأمل نحيا وفينا روح عليا تحتوينا والتفاؤل ما حيينا سلم نحو النجاة بالأمل تسمو العبارة بالأمل نصنع حضارة بالأمل نحيي مهارة يعطب الليل الصباح حياتنا أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجدداً مع الأمل. الأمل الذي يجب أن نعيش معه هو الأمل الدافع للعمل، وليس الأمل الذي هو مجرد عن العمل والذي هو حبيس في إطار الأماني. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالأمل إذن هو الدافع للنجاح، الأمل إذن هو الذي يزيل كل أسباب الإحباط. مهما مرت بنا من ظروف حياتية، إلا أن هذه الظروف ليست لها صفة الديمومة والاستمرار، إنها تزول. فلا ينبغي أن نفقد الأمل في مرحلة من المراحل فتتحول حياتنا إلى جحيم نعيشه ونحن بأيدينا أن نتجاوز كل محطات الفشل إلى النجاح بإذن الله تعالى. اليوم نقف وقفات بسيطة مع يوسف عليه السلام، يوسف النبي الذي جاءت قصته للنبي عليه الصلاة والسلام في فترة حزن عميق. فقد النبي عليه الصلاة والسلام خديجة رضي الله تعالى عنها، وفقد عمه، فقد سندين كبيرين، فاشتدت الأحزان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج إلى الطائف وعاد أيضا حزينا لرد أهل الطائف عليه. إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه السورة، هذه السورة العظيمة التي فيها مجموعة من الابتلاءات والمحطات التي مر بها يوسف عليه السلام، يقصها الله سبحانه وتعالى لنبيه ولنا أيضا، من محنة إلى أخرى، من محنة تآمر الإخوة عليه إلى الجب، إلى أن أصبح عبدا يباع، إلى مراودة امرأة العزيز، إلى السجن ليقبع فيه بضع سنين. هذه محن كلها مر بها يوسف عليه السلام، لكنها في نهاية المطاف أفضت إلى أن أصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر. إن الحياة تحتاج إلى أن نفهمها بالشكل الصحيح. هذا يوسف عليه السلام طفل صغير يقص على أبيه رؤيا: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما هذا؟ إنها رؤيا عظيمة، رؤيا ليست من رؤى الأطفال الصغار. 11 كوكبا تسجد لطفل صغير، والشمس والقمر أيضا يسجدان. يعقوب فهم الأمر: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبدأ الأمل مع يعقوب عليه السلام، أمل بأن يوسف عليه السلام سيكون له شأن. وأي شأن؟ يوسف عليه السلام يتعرض لمؤامرة الإخوة. هل يتآمر الإخوة على أخيهم؟ نعم، إنه أصغرهم لا بأس، لكن الحسد ملأ قلوبهم. كيف أن يعقوب عليه السلام لا يصبر على فراق يوسف؟ كيف أنهم الكبار الرجال الدافعين النافعين ليسوا بمكانة يوسف عند يعقوب؟
ولذلك بدأ التآمر: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يا الله، هل يمكن لأخ أن يتآمر على قتل أخيه؟ نعم، وهذا الذي حصل بالفعل، حصل التآمر لكن القتل لم يحصل، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار. حياتنا أمل. حياتنا أمل. وصل بهم الأمر بعد مشاورات: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ألقاه الإخوة في غيابة الجب في بئر عميقة قد يفضي به الأمر إلى الموت في أي لحظة من اللحظات، لكن الله سبحانه وتعالى يبشر يوسف بإيحاء من عنده: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كيف وهو في قعر الجب؟ كيف وهو لا يزال طفل صغير؟ كيف وهو لا يضمن حياته؟ لكنها بشرى من الله تعالى، يعيش يوسف عليه السلام هذا الأمل. هنا أمل يعقوب وهنا أمل يوسف عليه السلام. تأتي قافلة بإرادة الله سبحانه وتعالى فتلتقط يوسف عليه السلام، فيباع يوسف عبدا، وإذا به يصل إلى مصر، يصل إلى مصر عبدا عند عزيزها، ويتعرض بعد ذلك يوسف عليه السلام لمراودة امرأة العزيز بعد أن صار شابا، إلا أنه بفضل الله سبحانه وتعالى يعصمه الله من هذه المراودة ومن أن يقع في الفاحشة، لكنه يتعرض بعد ذلك إلى ابتلاء أكبر، يتعرض إلى السجن. سجن يوسف عليه السلام نتيجة براءته كان الحكم بسجنه، هذا من أشد أنواع الظلم. بعد أن رأوا الآيات قرروا أن يسجنوا يوسف عليه السلام، بعد أن عرف عزيز مصر أن امرأته هي المذنبة، وتوجه في البداية إلى يوسف عليه السلام: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. جاءت النساء، نساء المدينة، بمكيدة من امرأة العزيز، وراودته كل النساء في ذلك الوقت اللاتي جمعتهن امرأة العزيز، لكنه أبى ورفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان بالفعل أن سجن يوسف عليه السلام. هل بسجن يوسف عليه السلام انتهى الأمل، انتهى الحلم؟ لا، إنها محطة أخرى يتعرض لها يوسف عليه السلام، لكن الأمل لا يزال حاضرا. فالسجن محطة طبيعية من محطات الابتلاء، وينتقضي فترة السجن، ويرى الملك رؤيا، يرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يرى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يستدعي المفسرين فعجز المفسرون جميعا، فتذكر أحدهم يوسف صديقه في السجن وذهب لدعوته، فجاء يوسف عليه السلام وفسر الرؤيا تفسيرا عجيبا. فسر الرؤيا بسبع سنوات من الخير والرخاء يعقبهن سبع سنوات عجاف يأكلن كل ما كان من ذاك الخير الذي جمع في السبع السنوات الرخاء. فيعجب الملك بهذا التفسير ويبدأ ليحقق في جريمة سجن يوسف عليه السلام. السجن أصبح الآن جريمة في نظر الملك، وهذا هو الأصل. وبالفعل تظهر براءة يوسف عليه السلام: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هذا الأمر الأول. امرأة العزيز تقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
تظهر إذن براءة يوسف بعد عدة سنين، لكنها في الأخير تظهر، وإذا بالملك هنا يأتي إلى يوسف ويخلص إليه ويقول له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فبدأ التمكين ليوسف عليه السلام. نقف هنا لنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة عيشنا مع الأمل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتنا أمل. بالأمل نحيا وفينا روح عليا تحتوينا، والتفاؤل ما حيينا سلم نحو النجاة. بالأمل تسمو العبارة، بالأمل نصنع حضارة، بالأمل نحيي مهارة. يعقب الليل الصباح.